أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، فما معنى هذه المدارسة؟ معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، يعرض القرآن على جبريل في كل شهر من شهور رمضان، وفي السنة التي توفي فيها صلى الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل مرة واحدة في شهر رمضان، إلا في السنة الأخيرة فقد عرضه عليه مرتين، عرضه على جبريل مرتين. نعم.